والتاريخ الغنائي وتراث مصر القيم غنائيا وفنيا، واللي أثرى التاريخ الفني العربي كله وليس فقط التاريخ المصري، ومصر باعتبارها القائدة لسنوات طويلة، وإن شاء الله تستمر في هذا الملف الفني الغنائي. فيها قصص وحكايات كتيرة جدا لأغنيات عدت علينا. النهاردة اخترنا لحضراتكم حاجة من يعني نبعد بقى عن الإطار اللي كنا فيه، وقلنا نروح مع حضراتكم لحاجة تمشي شعبية شوية ولكن في وقتها. طيب خلينا نقول لحضراتكم النهاردة حكاية أغنية إيه؟ أغنية عدوية. أغنية عدوية من الأغاني يعني اللي ليها قصة جميلة جدا. خلينا نقول لحضراتكم إنها كلمات الخال عبد الرحمن الأبنودي. قصة الأغنية دي ليها أكتر من جانب، لكن الجانب المؤكد هو اللي حكاه الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي. الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي قال إيه؟ قال أنا كنت رايح لزيارة صديقي الملحن عبد العظيم عبد الحق، وكنت في البيت عنده وانا موجود عنده، هو بيته كان او في مزرعه او في مكان ريفي كده. وبعدين وانا في زياره ليه فوجئت دخلت علينا بنت صغيره كده جميله جدا من البنات اللي موجودين في البيت وفي المزرعه، قدمت لنا الشاي. وبعدين قال جمالها انا فتنت بيه، يعني البنت بريئه ووشها جميل وعامله ضفيرتين حلوين. قال فسالتها اسمك ايه؟ قالت لي اسمي عدويه. وقال هي ردت عليا بدلال وخجل البنات في الريف المصري كده. فقال انا اتاثرت جدا بالبنت وبجمالها، وقلت لها تصدقي انا هكتب اغنيه عنك يا عدويه وعن جمالك. قال مشيت، وبعدها فعلا كتبت اغنيه عدويه. كلمات اغنيه عدويه مدح في الجميله عدويه والفاتنه عدويه اللي شافها الخال عبد الرحمن الابنودي. قال رجعت للملحن عبد العظيم عبد الخالق وقلت له خد دي كلمات الاغنيه اللي انا كتبتها، انت بقى هتعمل لنا لحن جميل كده ان شاء الله عشان يغنيها الفنان رشدي. قال له طيب هشتغل عليه. قعد اسبوعين يشتغل على الاغنيه دي. قابل هو الموسيقار بليغ حمدي وقال له تصدق في اغنيه كذا كذا وحصل كذا كذا، وانا وديت الاغنيه كلماتها اهي ووديتها لعبد العظيم عبد الحق. فالموسيقار بليغ حمدي انزعج جدا، قال له مش كفايه عليه وهيبه؟ يعني انت كمان مودي له عدويه اللي انت كتبتها؟ انا كنت عايزه اعملها. فقال له يعني انا شفت البنت عنده في البيت وكلمته في الموضوع وهو كان حاضر، فعلى الاقل هو يلحنها. رجع الخال بعد اسبوعين راح للملحن عبد العظيم عبد الحق، ها عملت الاغنيه؟ قال له لا ما عملتش الاغنيه، انا مش عايز يعمل الاغنيه بتاعتك دي مش هلحنها. ده اللي بيحكي الراحل عبد الرحمن الابنودي. ليه يا عم؟ قال له لان انت الاغنيه دي كاتبها عن البنت اللي اسمها عدويه اللي عندي في البيت، وانا البنت دي بشوفها عاديه ما بشوفهاش بالجمال اللي انت شايفه ده، يعني هي اختلاف اذواق بيني وبينك، انت شايفها بالجمال والفتنه اللي انت كاتب فيها الاغنيه، وانا شايفها عاديه فمش قادر اعمل اسقاط الاغنيه عليها، يا ريتك ما قلت لي ان هي دي عدويه، كنت قلت لي انها اي حد تاني وانا كنت هلحن، انا مش قادر اعمل اللحن ده. ضحك الخال عبد الرحمن الابنودي وخد الاغنيه ورجع بيها للموسيقار بليغ حمدي وقال له خد الاغنيه دي واشتغلها، تقريبا بقى ده رزقك وانت لازم ايه تشتغلها. فرح جدا الموسيقار بليغ حمدي وضحك لما سمع القصه دي، حكايه الراحل عبد الرحمن الابنودي ربنا يرحمه ويرحم الجميع، وبدا يشتغل ولحن اللحن الجميل اللي احنا بنسمعه في اغنيه عدويه. وبعد كده بيقول بقى عبد الرحمن الابنودي بيقول انا طلبت من محمد رشدي لما جه يغنيها انه يدي بليغ حمدي 15 جنيه. قال له انت هتدي له 15 جنيه، وبليغ طلب من رشدي ان يدي الابنودي 15 جنيه، فقال لهم انتوا كده هتخربوا بيتي لان ده رقم كبير جدا، صمموا هما الاثنين. المهم الفنان محمد رشدي دفع الفلوس دي وبدات الاغنيه تتغنى وانتشرت الاغنيه، وبيقول الخال عبد الرحمن الابنودي ان كان وشها حلو عليه في هذا اللون من الغناء وادخلته عالم الغناء او الشعر الغنائي من اوسع ابواب.